كنت مثلت بقى في المسلسل السنه دي في مشهد، بس كنت بتتكلم بلغه خاصه كده، ايه كانت ايه اللغه دي؟ والله موضوع اللغه الخاصه دي يعني هي ليها موقف، يعني بسبب ان هو ظهر في المسلسل. ايه هو بقى الموقف؟ هو احنا كنا في بريك، وانا اللهجه دي من حوالي 40 50 سنه لما انا كنت في ابتدائي انتشرت في مصر عموما. انتشرت فكره انك انت تحط ته نون على الكلمه، بين الكلمه بطريقه معينه كده. زي ايه بقى؟ ويبدو ان هو ده موضوع قديم خالص كده، من ايام يعني من ايام المماليك وهو كده، ايام ما كان في حد اللي هو الضرايب والاقطاع وده، كان في فكره انك انت عايز تتكلم بس المماليك ما يفهموش المصريين. فمن ذكاء المصريين انه يحطوا الته نون دي في الكلام، فجوم الراجل اللي هو مش مصري ما يفهمش قوي، فانتشرت. لذلك حتى تجد ليها اثر في الدراما وفي الاذاعه، يعني تجد ليها اثر مثلا فيلم اليتيمتين لفاتن حمامه، تجد ان هي بتقول مشهد كامل بهذه الطريقه. طب احنا عايزين جمله يا استاذ حسن، جمله عاديه وحولها. ماشي. وكذلك برضو نجاح الموجي عمل بيها اغنيه كامله. ومين اللي لحنها له؟ لحنها له سيد حجاب، وكامله. يقول فيها سلات نمل العريت نيس وسلات نمل العروت نوسي، في فيلم اسمه لهي بنفسي مع فاروق الفيشاوي. ده كانت اغنيه كامله. فانا كنت بتكلم باللهجه دي وانا في ابتدائي، معايا واحد صاحبي اسمه دي برضه من الصعيد. معايا واحد صاحبي اسمه رضوي، ده كان في ايه في ابتدائي معايا، هو الوحيد اللي قاعد محتفظ باللهجه دي وانا محتفظ بيها، بنكلم بعض لمده 40 50 سنه. عاملين شفره ومحدش فاهم بقى، عاملين شفره. يعني زي ما تقول ايه، من قبيل التفكه، يعني اللي محدش هيفهمكم، انما مش لهجه يعني ايه للاستعلاء. احنا عايزين جمله وترجمها لي حضرتك. ماشي. ما انا بقول لك الموقف دلوقتي اللي حصل، ليه حطينا دي في الكبير. وفهمنا معنى الجمله دي عشان احنا مش فاهمينها. وافهم حضرتك. ماشي. جاي رضي، وده طبعا كل ما يكلمني انا بكلمه بالتليفونات، ما خليتش حد بعيد. ماشي. واحنا بنصوره في الكبير قوي، راح رن عليا مين؟ رضوي. الو، ازيك تنيك يا حاتن حسن؟ ازيك يا حسن؟ قلت له واطنا، ازيك تنيك يا رضي تنوي؟ ازيك انت يا ازيك تنيك؟ ازيك رضي تنوي؟ ايوه. عاتنامل كتنيف؟ عاتنامل كتنيف؟ عامل ايه وازاي؟ المهم اتكلمنا طبعا، واحنا بناخدوا البريك، الاستاذ الجندي قاعد والاخراج والناس قاعده، اما ناكلوا البريك بصيت لقيت لك كل الناس راحت تتلفت كتير. وبصيت لك انت بتتكلم ايه؟ قال لك عم جناوي اتحول مره واحده، اتقلب مش عارف ايه. المهم راحت ايه، جت سيره الموضوع ده، قلت لهم دي لهجه كذا 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 كذا، فجاء اقتراح ان احنا نعملوا بيها ايه، مشهد الكبير ما يفهموش، ويبقى العمليه ايه تيجي من هنا. فراح عاملين المشهد اللي انا بتكلم فيه مع الكبير وبتكلم من الحريم والحريم، يعني صدفه اصلا. يا كبيت نير التات نار ولا العات نار يا كبيت نير؟ واخده بالك انت يعني؟ لا انا عايز ترجمه، عايز ترجمه. بصي، كبير كبيت نير، العار تبقى العات نار. عات نار. احنا بنحط التهنون والنون في نهايه كل كلمه. الله الله ينور عليك، يعني تحط التهنون وسط الكلام كده، ليها طريقه معينه يعني، هي بتحسيها حس يعني. المهم رحت ايه جاي بالطريقه دي، اكتشفت انه طبعا ايه الناس كلها يعني استغربت وقالت دي لهجه صعيديه. مش صعيدي طبعا، مش لهجه صعيديه، دي لهجه حاجه قديمه كانوا يعملوها، حاجه فكاهيه بس في الصعيد. ايوه. من قبيل التراث المصري. بس في الصعيد موجوده، في الصعيد موجوده، في غير الصعيد كمان. يعني مش كل الصعايده بيفهموا اللغه دي؟ لا مش كل الصعايد، بقول لك يعني دي موجوده، بعض الناس كانت تعرفها عشان تهرب منين، لما من تكون حد غريب جنبك كده ما يفهمكيش وبتاع، تهزر بيها وتقولي له مثلا عاوزيت نون روت نوح وبعت نيد عاتن نو عشان انت ما تفهميش. انا ما فهمتش فعلا. اكات نل من الاستاذ نازه هات نيدي قلت نوم فات نار احمد فات نار هات نيدي انا فهمت فات نار احمد فات فات ما مش هات نيدي خات نالس. طب 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 خليني اقول لك حاجه يعني اسهل من كل ده. بوتنولي. يعني هقول لك والله على فكره خرجت تلقائي. دلوقتي مسلسل الكبير كان فيه وجوه جديده كتير، مين بقى اللي اتعلم بسهوله ومين كان اللغه الصعيديه بالنسبه له صعبه او بيتلقلق شويه؟ يعني هم اصلا بتعلموها ولا انت بتبقى معاهم خطوه بخطوه؟ بالنسبه للهجه يعني كيف اللهجه بتطلع لغايه ما تطلع على السطح يعني؟ ايوه. اللهجه دي اول حاجه انك انت، احنا لما قعدنا خمس سنين في الكبير قوي بيجي كل الكاست اللي معانا صعايده اساسا، انت لو خدتي حد وقعدتيه خمس سنين في لندن ما هيتكلم انجليزي. هيتكلم انجليزي فعلا. صح؟ قعد هم خمس سنين معايا الكبير قوي واحمد مكي وكل الكاست اللي معايا ده، خلاص بيجي ايه كانه مصحح لهجه معايا. يعني قبل انا ما هو لو غلط بيوقف وحده. اوتوماتيك خلاص اتعلم. فاهم بقى. فبقينا يعني عشري، الناس اللي جايه جديده برضو اتربت على الكبير قوي. يعني الناس اللي جايه تمثل معانا دلوقتي ليها 20 25 سنه. لما عملنا الكبير قوي من 12 سنه كان سنها 10 12 سنه، اتربت على الكبير وسمعته وحفظته، ولما جات اترشحت للعمل بقيت يعني مدمنه للكبير. جايين عارفين هيقولوا ايه اساسا. خلاص بقى. فيا دوبك انا بقول يا جماعه كذا كذا، تمام كذا كذا تبقى كذا.
ففي سهوله في الموضوع وفي حب كمان. هم جايين بحب للحكايه وجايين بحماس، ما التعلم بيبقى سهل وبسيط. فانا دوري بيبقى بسيط جدا مع يعني في الكبير قوي، ان انا اقدر اقول الكلمات الغريبه، يعني احنا ممكن نحط كلمات على النص. كمان الابداع جاي من كذا ناحيه صراحه، يعني الابداع من اول الورق. الناس المبدعين اللي في الورق بيحطوا، ما انا دلوقتي ليه الورق ده احط حاجه في الهواء، جايبين لك مواقف تضحك اساسا وجايبه كوميديا وجايبه وهم متحمسين للموضوع. الاخراج والانتاج وكل الكاست زي ما تقولي حابب بعض في بعض كده، يعني مجموعه. هو طالع الروح دي اصلا في المسلسل، طالع المسلسل طب اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، الضحك اللي ما ضحكوه في الكبير قوي ورا الكاميرا كتير قوي غير اللي انتم بتشوفوه. ولو ما احنا لو يا استاذ الجندي استاذ مكي، يعني لو ما ضحكناش في المشهد ما يطلعش شيء، يعني الحاجه اللي ما نضحكناش احنا مش هتضحككم انتوا. اكيد بيعملوا اختبار، يعني زي يقول معمل تحاليل، ما كانتش النتيجه تطلع ما يعتمدوهاش.